وهذه رسالة ربما لأسرة التعليم، أن من بين الأساتذة الذين يعيقون، يعني طرف يعيق الإدماج الكلي لعدد من التلاميذ. الحمد لله أحمد وصل إلى مرحلة الإدماج الكلي وخرج من تلك العزلة وأصبح جزءا لا يتجزأ من الفصول الدراسية بمختلف مراحلها، وهذا أكيد يعود للإدارة للمدرسة. والحمد لله هناك توجه داخل يعني وزارة التعليم أن يكون هناك فعلا إدماج حقيقي، وأن هذا الحق الدستوري يفعل على أرض الواقع لذوي القدرات الخاصة والاحتياجات الخاصة. حيت أصلا الأساتذة ما مكونينش باش يتعاملوا مع هاد، ما كاينش أصلا مخطط دراسي باش يندمجوا هاد الوليدات بحال أحمد، ولا كاين ديكا بزاف باش يندمجوا. يعني الأستاذ فاش كيوصل عنده تلميذ بحال هكا ما كيقدرش يعرفش يتعامل معاه، ما كيخاف منه، كيخاف يطيح، كيخاف بزاف ديال الحوايج. يعني شحال من أستاذ يقدر ما يأكسبتاش بحال الوليدات. دونك شنو باغي يقول؟ قال كتشي اللي بغى يقول. انت كنت الحاله هذه شبه كانوا بزاف يعني شحال من اساتذه ما قدروش ياكسبتوا ان عندهم، حيت كيخافوا واش ما يخافوا ما يفهموش، يخافوا يطيح، يخافوا بزاف ديال الحوايج. دونك حتى بيداغوجيه الخاصه بتعليم هذه الفئه ربما يفتقدون. حتى في الامتحانات كتكوين كما قالت ليس كتكوين للاساتذه. الاساتذه الذين درسوا الابن كلهم اجتهاد خاص، صحيح، او المدارس الخاصه بالتربيه الخاصه اللي كتعنى بفئه ذوي الاحتياجات. مدارس خاصه هما يعني هناك مدارس خاصه اللي هي مثلا للمتوحد وكذا وكذا نوع خاص، ولكن يعني بالنسبه لي بصفه عامه لا. هذه شنو مدارس خاصه؟ انت قلتي في العمومي لازم كيقول فاش مشي مدرسة خاصة ما بغاوش يشدوه، ما قبلوش. نعم ما قبلوش، كنا مشينا مدرسة خاصة ولكن نعم انت ما تبغيش، ما يبغيش يقرا في مدرسة خاصة، بغى يقرا في مدرسة عمومية.